نحن لازم نفتش البيت ونتأكد إنه ما فيه سلاح، وكمان نحقق بالشي اللي صار مع شهيرة خان. إيه لا يا سيدي، لا كتير تشد على حالك، ما رح يتفتش البيت لأنه ما في سلاح. أنا قلت البيت لازم يتفتش، يعني لازم يتفتش. بيت ما في رجال وكله حريم، وما في إلا أغراض الحريم، شو بدك تفتش فيه؟ ومن وين رح يجي سلاح يا أفندي؟ ولو كان يا شيخ، البيت لازم يتفتش. يا فرزة أفندي، ولا كلمة صياح. صياح، خليهم يفتشوا البيت. عناصر. حاضر سيدي. تفتيش. سيدي ما في شيء بالغرف. تابع تفتيش. نفذ الأوامر. لك الله لا يوفقهم يا رب. الله لا يوفقهم بجاه الحبيب المصطفى. بعد كل شي صار فينا لسه ما شبعوا، ولك ليش لسه عم يشتغلوا فينا؟ ليش؟ يخرب بيت قلبه. لك وصلت فيهم ليبعتوا الدرك يفتش بيتنا؟ مو خايفين الله فينا ونحن حريم لوحدنا؟ الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم. يا ربي تعمي عنا، يا ربي تعمي عنا. الله يعمي قلوبهم وبصرهم يا رب. كمان ما في شيء سيدي. بتمنى ما يكون عندك سلاح، لأنه انت متهمة. أنا ما عندي سلاح يا أفندي. ماشي ماشي، تحركوا. يلا بدك شيء يا خانو؟ سلامتك شيخنا. السلام الحمد لله يا أم عزو، كل يوم عم بتحسن أكثر من اليوم يلي قبله، وعم بعمل للجرح كمادات مي وملح وبابونش. ألف الحمد لله. الله يشفيكي وعافيكي يا حق. الله يخلينا ياكي. الله يقويكي شهيرة خانو. الله يسلمك. تفضلي أم عزو. شو هدول؟ هدول المصاري حق البواكية كلها. حصة المرحومة كاملة 20 ذهبة، والباقي عطيهم لرجال الحارة يشتروا فيهم سلاح. الله يعوض عليك يا شهيرة خانو، بس والله شي كتير. ما في شي بيغلى على هالبلد. يشهد الله انه ما هان علي يصير فيكي هيك يا شهيرة خانو. فيكي الخير يا عزمية خانو. يعني منفهم منك ست عزمية مو جاية تشمتي فينا؟ الله يسامحك يا ست مطيعة، عم بحلف بالله ما عم تصدقيني؟ والله ياما ناس حلفولنا وطلعوا كذابين.
بس أنا ما بكذب، ما بكذب يا ست مطيعة. يلي ما بيكذب علينا يا ست عزمية بيقلنا شلون طلع مظهر من الحبس. طلع موقتي، موقتي يا خانم. هو لساته على ذمة التحقيق، يعني بيوم والتاني ممكن يرجعوه على الحبس من أول وجديد. يعني ما طلع براءة مثل ما سمعنا؟ لا أيوه، شو براءة؟ البراءة؟ لا يا ست مطيعة، مو براءة. أيوة، يعني هلأ بلش صدقك؟ لازم تصدقيني يا ست مطيعة، والأيام اللي جاية بتثبت لك قديش أنا خايفة عليكم، قديش كلامي صادق. طيب وشو جاي تفهمينا يا ست عزمية؟ يا ست شهيرة خانم، الكوميندان عرف إنه رجال الحارة بدهم يشتروا سلاح مرة تانية، فأخبري رجال الحارة إنه يغيروا الطريق ويروحوا من طريق تاني، ما يروحوا من الطريق الأولاني مثل ما انمسكوا هديك المرة. وانت شو عرفك؟ مين قلك؟ عرفت وما في داعي قلك منين. من ابنك مظهر مو هيك؟ يعني فيك تقولي هيك شي، من الناس اللي حواليه. أنا خفت عليكم وقلت لأجي أخبركم، بس دخيلك لا تخلي أهل الحارة يحكوا شي، لأنه بتعرف الحيطان لهم أدان. طيب راح نشوف إذا كان كلامك صحيح. يلا بالإذن، إن شاء الله عليك العافية أنت والست مطيعة، خاطركم. الله يعافيك. الله معك. شو هاد يلي سمعناه يا شهيرة خان؟ بدك تبعتي خبر للرجال ياخذوا احتياطهم ولا لا؟ أكيد رح خبره. يا رب. انتبه سياح، لا تتحرك حركة قبل ما تتأكد من طريقك، وراقب اللي وراك، وقل له لأبو عزو دير بالك من كل اللي حواليك. أمرك يا خانم. يلا تكل على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا رب يا رب استر معهم يا رب. صياح اسمعني منيح، هلأ بتطلع من الحارة وبتخلي كل الناس تشوفك، بتعود لك شي ساعتين زمان وبترجع معك طنبر ومحمل عليه بضاعة الدكانة. ماشي. يرضى عليك. بدي اياك تنتبه وانت رايح، اذا كان حدا لاحقك او عم بيراقبك بس بدون ما يحس عليك، فهمت؟ انا بأمرك مختار. سيك سياح، دول المصاري حق سلاح، خبيهم بالبيت لاني ما عاد لا شوفك ولا شوفني. حاضر. يا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحميك ان شاء الله. عطرك يا شام حبي يعطر قلبي عالي المقام، فينك ما راح يتغير. عطرك يا شام حبي يعطر.